الموضوع اليوم مش هجوم ضرب، هجوم يعني في الكلام والتعليقات والطفلين اللي في تعز، حتى والله ما اعرف اساميهم، كريم حيا الله بلال، كريم واخوه الثاني، يعني ادخل في الموضوع دغري على طول. حيا الله حبيبي، كيف حالك؟ انا مش عارف من وين ابدي بصراحة، يعني وين المشكلة لو حصلوا الدعم ولا حد برع لهم مبلغ مالي ولا شيء؟ اللي يقول لك ليش ما يساعدوا اطفال تعز كلهم، واللي يقول لك ليش ما يساعدوش الناس الفقراء كلهم. يا اخي حيا الله ايمن حبيب قلبي، انا بتكلم يا ايمن عن بعض الناس التعبانين. طب ليش انت ما تدعم؟ ليش ما تساعد الناس الفقراء؟ مش شرط انه كريم ولا غيره ولا غيره ولا غيره، لو انت متمكن ليش ما تساعد؟ ليش ما تساعد يعني ليش تحسد؟ ليش تتكلم؟ تعليقات مال امها فايده، مال امها بس كلام وسب وغلط، ويقول لك اشتي يدور شهره. بيت هاي السعيد ما يدوروا الشهره، هم اشهر منا على علم في الوطن العربي والعالم، حتى شركات معاهم في فرنسا وفي امريكا مش محتاجين لكم. حيا الله مدين، مساء الورد، جمعتكم مباركة يا شباب. فليتهجم على بيت هاي السعيد العام ويقول لك هم مدري ايش وهم اساس الفساد وهم اساس، بالعكس بيت هاي السعيد العام من اكبر عائلات القبحة اليمنية اللي عمروا البلد وبنيوا البلد بشركاتهم، كم معهم ملايين الموظفين. يتهجموا عليهم بالتعليقات ويتهجموا عليهم بالكلام، يقول لك يدوروا شهرة. لم يدور شهرة، شوقي يدور شهرة، شوقي هاي بيدور شهرة، ما أعتقد. كلام أخبل وكلام، وبعثوا لنا على الخاص ليش ما ليش ما تنشروا. حيا الله بلال، كيف حالك حبيبي؟ أنا ابن اليمن، أكيد أنا فخر أكون أنتمي لهذا البلد، البلد الأصيل. اعذروني بس والله كنت أجري فوق الجهاز، يعني تغير. فليش ما تكونوا أنتوا يعني تدعموا مثل هذه الناس؟ حيا الله أخي عيسى، كيف حالك؟ هجوم وكلام عليهم في التعليقات وما أدري إيش، وليش ما يدعموا الناس الحين كلهم؟ يا أخي أنت متمكن ادعم، أنت معك الله أعطاك رزق، ادعم الفقراء، هم هذول رزقهم. يعني كانوا زمان مساكين ما حد دار وينهم، بعد ما طلعوهم على السوشيال ميديا والناس أهل الخير نشروهم حد ما يساعدهم، الآن خلاص قال لك ليش هولا تساعدوهم؟ حيا الله أخي إياد سعيد، كيف حالك؟ حياك يا مخلاف، اخبارك يا اخي؟ متى من تكون نحب الخير للناس؟ حب الخير لاخوك حتى ربي يسعدك وربي يرزقك. احنا سبب في اسعاد الناس، احنا سبب. كل واحد معاه منصه تواصل يدعم اخوه اليمني في شغل، في سفر، في عقد عمل، يساعد كل واحد يساعد الثاني. الحياه غير كذا ما تمشيش، بس كل واحد يصيح يا روحي ما تنفعش. المهم انت اخباركم؟ ان شاء الله اموركم تمام، طيبين، طمنونا عنكم. من منكم قدم حبيبي يا طارق العطار؟ شوفوا ادخل على الجروب حقنا وشوف التعليقات، ادخل على الجروب حقنا على المشهور نشرته انا. لا انا هم الناس، يعني الناس في بعضهم يعني حسد ويعني ايش اقول لك، يعني تعليقات ليش الا هولا بالذات، وليش دعموهم يغنوا ويطلعوا مغنيين، وليش كل واحد. اهلا يا عفيف، كيف حالك؟ كل واحد رجع لك داعية. طب ليش ما تدعمهم انت؟ كم لهم مهمشين؟ كم لهم في المخيمات برد وجوع وفقر، ما حد داري وينهم. بعد ما ربي يفتح عليهم شوية، بعض التعبانين أنا أسميهم تعبانين نفسيا، هؤلاء اللي
يعلقوا تعليقات سلبية. يعني ليش؟ هو يمني ابن بلدك محتاجين الدعم. بركة ربي يبعث لهم ناس تتبنيهم تساعدهم من صعوبة الحياة، مشاق الحياة. الحياة صعبة، كل المكان صعبة. المهم نرجع لموضوعنا يا شباب. ايش عاد سويت على موضوع الفيز؟ قد قدمتوا لكندا ولا امريكا ولا عادكم؟ ايش عاد سويتوا؟ انا زمان ما عملت معاكم، بس والله كنت مشغول شوية. ايش عاد سويتوا بموضوع كندا وامريكا اللي معاه موعد؟ مش كثير معاهم مواعيد في شهر 12. ايش عاد عملتوا اللي معاكم مواعيد؟ في كثير ناس معاهم مقابلات، بس انا كنت مشغول على الفيسبوك شوي هذا الايام اللي راحت، فما اعرف ايش اللي حاصل. فايش تعرف منكم؟ هل قدمتوا؟ هل سويتوا؟ اصحابنا اللي في الخليج اليمنيين، اللي في قطر واللي في الكويت واللي في السعوديه، والله اخذت اللقاح الثالث امس، تعبت تعب اليوم، لقاح بوستر الثالث. البث شغال يا شباب، ما فيش تعليقات. البث واقف ولا ايش؟ ما فيش اي تعليقات. شغال البث؟ ما فيش واقف الصفحة. البث واقف صح؟ طفيه ورجع من جديد. او شغال. يا غمدان ادخل على ال ادخل على ال على المنشورات اللي نزلناها في الجروب حقنا، شوف تعليقات الناس. ما بلش تدعموا هؤلاء وليش الا هؤلاء وليش ما يدعموا كل الأطفال؟ والله اللقاح أخذته يا عودي، اللقاح أخذته أمس الثالث. أدخل يا غمدان شوف، شوف التعليقات. والله من أمس وأنا أمسح، وأنا أمسح الناس السلبيين. ما بين ليش هولا وليش هولا وليش هم مغنيين وهم مدري إيش، وبها منهم محتاجين أكثر. اهلا يا احمد، كيف حالك؟ ضروري نلقح يا ولد الشباب، لقحوا والله يا عودي المهدي.